الحمد لله أهل الحمد ومستحقه، حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ما جاء سحاب بودقه وما رعد بعد برقه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واتقوا أسباب سخط الجبار، فإن أجسادكم على النار لا تقوى. يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، يجرها مع كل زمام 70,000 من الملائكة الكرام، يؤتى بها تطفح من شدة الغيظ والغضب، فيوقن المجرمون عند رؤيتها بالعطب. يقف المسرف أمام الملك الأعلم، يتذكر ما مضى منه وقدم، وأنى له الذكرى. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. عمق جهنم أجارنا الله وإياكم منها 70 خريفا، قد جعل الله عذابها عظيما شديدا مخيفا. سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة وجبة يعني شيئا سقط، فقال لأصحابه: هذا حجر ألقي في النار منذ 70 سنة فلا يزال يهوي بها حتى وصل إلى قعرها، يدع أهلها إليها دعا وهم خائفون وجلون، في الحميم ثم في النار يسجرون، تغلي بهم النار كغلي القدور، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. يستغيثون من الجوع فيغاثون بأخبث طعام، أعد لأهل المعاصي والآثام، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. يغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، يغاثون بشوك له غصة فلا يصل إلى أجوافهم ولا يخرج من حلوقهم. يصطرخون يريدون الماء، يريدون خلاصهم، فسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. شدت أقدامهم إلى النواصي، واسودت وجوههم من ذل المعاصي، لهم فيها بالويل ضجيج ومن الزحام عجيج. أمانيهم إلى بوار وهلاك، وما لهم من جهنم فكاك، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق. إذا أوصدت عليهم في جهنم الأبواب، فقد عظم الهول واشتد المصاب، لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. في جهنم وأوديتها يهيمون، ومن شدة العذاب يبكون، وعلى خازن النار يصيحون: يا مالك ليقضِ علينا ربُّك، قال: إنكم ماكِثون. فيلجأون إلى الإله الذي خالفوا أمره، وأسرفوا في الحرام وتناسوا زجره: ربَّنا أخرِجنا منها فإن عُدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تُكلِّمون. فلا يزالون في جهنم يتلاعنون، ويتخاصمون ويتجادلون، كلما دخلت أمةٌ لعنت أختها. فيا رب نجني من لظن وعذابها، ومن حال من يهوي بها يتجلجل، ومن حال من في زمهرير معذب، ومن كان في الأغلال فيها مكبل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله على إحسانه، والشكر لله على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه الداعي إلى رضوانِه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبِه وإخوانِه. أما بعد، فملاكُ الأمر في النجاة من النار أجارنا الله وإياكم منها، فبطاعة الله واجتناب معصيته،
فإنه لا يعصي الله ويريد دخول النار إلا من يأباه ومن جراء نفسه، ومن يطع الله ورسوله ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، ونجنا من النار، إنه غفور رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم الطف بالمسلمين المستضعفين على كل حال، وبلغهم من الفرج والخير والنصر منتهى الآمال، وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغيثنا. اللهم إنا نسألك سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم أغث البلاد والعباد والحاضر منها والباد، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعاء. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.